أخبريني إذن، إلى ماذا كنت تخططين؟ سأعود لقريتي، وضعي تدهور، سأعود لأعيش بطمأنينة. لا تقولي هذا، لماذا تريدين العودة؟ لم يكن سهلا عليك دفع تكاليف الدراسة والعيش في أوروبا، وكذلك مررت بالكثير من المتاعب والمحن هناك، وبعد كل هذا تريدين أن تعودي إلى قريتك؟ ألا تعتبرين أن كل ما قمت به ذهب سدى؟ هذا نصيبي بالدنيا، الإنسان يحيا وبعدها يموت. نحن جيل متعلق بهذه الأجهزة كثيرا. محقة، فالهواتف الذكية مثل صندوق سحري، بمجرد فتحه ترين المغريات والملهيات الكثيرة وأسرارا لا نهاية لها. ماذا هناك؟ أنت لا تعملين، بما أنت مشغولة. تعابيرك توحي أن هناك أمرا جيدا. هناك فندق يريد مقابلتي. ومتى قدمت طلبا؟ ألا تريد أن تنزل؟ هذه فرصتك الأخيرة. وقعت للتو على شهادة وفاتك، مهما حدث سأرافق صديقتي في آخر مغامرة لها. وكأنك لا تعرف قيادتي، ماذا لو انقلبت السيارة وتعرضت للشلل؟ عندها سأبتزك حتى آخر يوم لي. قودي بحذر وجرأة، وفكري بكل المصائب التي حدثت لك، وبعد ذلك دوسي بقوة على دواسة الوقود وأفرغي غضبك وانسي العالم.